بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا عن شركات أدوية لازم تقاطعها. بمناسبة الأوضاع اللي انتم شايفينها كل يوم بتصير في غزة وفي فلسطين بشكل عام، لازم الواحد يساهم بالإشي اللي من ضمن تخصصه. فبما انه حاليا الدعوات للمقاطعة بدأت وهو إشي كويس، لازم نتكلم عن مقاطعة الأدوية اللي بتدعم العدو. قبل ما أبدأ، في لكم هدية بنهاية الفيديو، استنوا عشان تعرفوا إيش هي. بس في ثلاث نقاط حابب أركز عليهم قبل ما أبدأ. المقاطعة ليست فقط وليدة اللحظة أو ليست فقط ردة فعل على هذه الحرب. المقاطعة لازم تكون ضد أي إنسان أو أي شركة هي عبارة عن عدو إلك أو بتدعم عدو إلك. فحتى لو انتهت هذه الحرب، المقاطعة لازم تظل شغالة طول العمر. رقم اثنين، لما يجي واحد يقول لك هذا المنتج للعدو لازم تقاطعه، فهو ليس خيار، واحنا مش قاعدين بنترجى فيك. المقاطعة واجب شرعا، واجب انسانيا، واجب منطقيا، واجب بكل المقاييس. رقم ثلاث، في ناس بيقولوا انه المقاطعة ما بتفرق. لا، المقاطعة بتفرق وبتفرق كثير. ولو كانت المقاطعة ما بتفرق، ما كنت لقيت شركات كبيرة زي ماكدونالدز وستاربكس تنشر اعتذارات وبتنشر بيانات تكذب فيها وتقول انها فقط ملك 100% للمستهلك المحلي وما في ارباح بتروح للشركة الام، وهذا الكلام الفارغ اللي بيحاولوا يضحكوا فيه علينا. ولا تنسى انه صاحب المنتج او الشركة اللي بتنتج هذا المنتج مهما كانت، حتى لو كان دواء، فهي عبارة عن تجار. والتاجر لو كان حاط بباله انه يربح 100 دولار وربح 95 دولار، ما بيعتبر انه ربح 95، بيعتبر نفسه خسر 5 دولار. فهذا الكلام بيوجعه جدا جدا. ولما يجوا كل 3 أشهر يحسبوا أرباحهم ويلاقوا أنه المبيعات خفت 2%، راح تلاقي الأسهم تبعهم نزلت 20-30% في البورصة، وراح يتعلموا أنهم ما يدعموا كيانات محتلة بعد اليوم. طبعا بما أنه بنتكلم عن أدوية، فمعظم المنتجات اللي راح نتكلم عنها اليوم إلها بديل. لكن إذا كان الدواء اللي أنت بتاخذه ضروري جدا وليس له بديل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشركات والمنتجات اللي راح أقولكم عنها اليوم عبارة عن قسمين. أولا، شركات داعمة وبشكل رئيسي وصريح للكيان العدو المحتل. ورقم اثنين، شركات تابعة لدول أو تحمل جنسيات دول ضد الإسلام بشكل عام، حتى من قبل الحرب على غزة. أول شركة معنا هي شركة تيفا. تيفا فارما هي شركة إسرائيلية ومقرها تل أبيب كمان. راح نقول لي معقول أنا أشتري دواء إسرائيلي؟ راح أقول لك أنت كل يوم تشتري دواء إسرائيلي وما عندك خبر. هذه الشركة مبيعاتها سنوياً 16 مليار دولار وأرباحها أكثر من 417 مليون. الشركة هذه عشان تعرف تبيع مبيعاتها بالشرق الأوسط استحوذت على أكثر من شركة، منها شركة أكتافيس اللي لحد الآن بتلاقي علبة الدواء مكتوب عليها أكتافيس ولا يجرؤوا يكتب عليها تيفا، لأنك راح تعرف أنه دواء إسرائيلي. ومنها شركة نوفا فارم الكندية وشركة سيكور الإيطالية وشركة آيفاكس الأمريكية وشركة بار العالمية. هاي الشركات كلها صارت ملك لتيفا، وإذا لقيت أي دواء عليه اسم أي من هذه الشركات فهو دواء إسرائيلي، لا تشتريه ودور على البديل. من أشهر الأدوية اللي بتبيعها هاي الشركة اللي هي سايكولوجيست، اللي هي التحاميل البروجسترون للنساء، وأهم دواء بيعملوه السودو كريم، كريم التسلخات. الشركة اللي بعديها شركة فايزر، من أشهر الشركات خصوصا في 3 سنين الأخيرة بعد ما اخترعت لقاح الكورونا. هاي الشركة شركة داعمة للاحتلال وبشكل رسمي ومعلن، لدرجة انهم في يوم الايام نزلوا تعميم رسمي للموظفين انه نترجاكم انه تتبرعوا لإسرائيل. وتنسوش انه قبل الحرب اصلا هم كانوا مدعمين المثلية والقرف. بدي اعطيك اهم المنتجات اللي بتنتجها فايزر: ازيتروميسين، كوردورا دواء البروستات، سيليبريكس المسكن لمرضى الديسك، دوستينكس اللي بياخذوا الستات عشان يقللوا هرمون الحليب، لينكومايسين ابر مضاد الحيوي لما تاخذها لما يكون اسنانك بوجعوك، لبيتور اللي هو الدواء الدهون، نيورونتين الدواء اللي بتاخذه عشان تنشط الاعصاب لما يكون عندك ديسك او ما شابه، نورفاسك دواء الضغط ما غيره، زينكس المهدئ النفسي اللي بيساعدك تنام، واهم شيء تنساش فياجرا من انتاجهم كمان. شركه باير، شركة ألمانية مقرها في ليفركوزن بألمانيا، تدعم إسرائيل بشكل معلن وصريح. هاي الشركة أنشئت عام 1863، مجموع مبيعاتها السنة الماضية 50.7 مليار يورو، ومجموع أرباحها أكثر من 4 مليار. لما تشوف هذا الشعار على أي علبة دواء لا تشتريه، اطلب البديل.
من أهم وأشهر منتجاتها الأسبرين المميع اللي أي إنسان عمره فوق 50 سنة بيشربه، أدلات دواء الضغط، بيبانثين كريم اللي كل الأمهات والأطفال بيستعملوه، سيبرو بي اللي هو السيبرودار بس صنع شركة باير مضاد حيوي، كلاريتين دواء الحساسية، ياسمين مانع حمل بأخذه عشان تنظيم الأسرة، جاستروغرافين هذه مادة ملونة بأخذوها قبل صور الأشعة للمعدة. الشركة اللي بعديها شركة أمريكية اسمها MSD اللي هي اختصار لميرك شارب أند دوم. في أمريكا بسموها ميرك عشان ما تتلخبط، إذا قال لك ميرك فهي نفسها. هذه الشركة قديمة شوي، أنشئت عام 1668 في ألمانيا، بعدين فتحت أفرع في أمريكا وكندا. من أشهر منتجاتها كلوب دي جرول اللي هو الحبوب المميع اللي بأخذوها بعد القسطرة، كابتوبريل دواء الضغط، أملوديبين كمان للضغط، كومادين اللي هو نفس الورفرين المميع، كارفيدلول برضو للقلب وللضغط، كلورامفينيكول قطرة العين، وميبرازول حبة المعدة. في نوع من الانسولين اسمه 30/70 بيعملوه، ريفامبيسين واحد من المضادات الحيوية اللي بتتاخد لمرض السل الرئوي، أركوكسيا المسكن الجوي اللي ما بتتاخد إلا لوجع الديسك، بيعملوا باراسيتامول برضو، يعني في شكل من أشكال البنادول عندهم، الأتروفنت إنهاليشن هذا اللي بتحطها تبخيرة للحج من إنتاجهم بدك تقطعها. شركة نوفارتس السويسرية، هاي الشركة مقرها مدينة بازل في سويسرا، وهي رابع أكبر شركة دوائية في العالم لسنة 2022، أنشئت عام 1996 وبتصنع أدوية بشرية وأدوية بيطرية كمان. من أشهر منتوجاتها كودايوفان دواء الضغط، سيرتالين دواء اكتئاب، سردالود اللي هو مرخي العضلات، تيجريتول دواء الصرع، توفرانيل برضو دواء اكتئاب، وأشهر منتج إلها فولترين، بفرين اللي هو الأسبرين بس 325 مش 100 ميلي جرام، فينستيل النقط اللي كنا نعطيها للأطفال عشان الحساسية بدل الألفين هذا طلع من منتجاتهم، غالفاس من أحدث الأدوية للسكري. شركة إلي ليلي الأمريكية مقرها في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، لها فروع في 18 بلد وبتسوق منتجاتها ل 150 بلد في العالم. أنشئت عام 1876 وسميت على اسم كولونيل أو محارب متقاعد من الجيش الأمريكي، وهو كان صيدلاني أصلاً قبل ما يروح على الجيش. مبيعاتها السنة الماضية 28.5 مليار دولار، وأرباحها صافي أكثر من 6.25 مليار. من أشهر الأدوية اللي هم بينتجوها بروزاك دواء اكتئاب، هيومالوج إنسولين بأنواعه، هيومالوج إنسولين جونيور، هيومالوج إنسولين 50/50، هيومالوج إنسولين 75/25، هيومالوج إنسولين 200، هيومالين إنسولين 70/30 برضو إنتاجهم، الإنسولين لسبرو برضو إنتاجهم، إبر الزيبريكسا اللي بأخذوها للشيزوفرينيا مرتين بالشهر برضو إنتاجهم، سيالس بديل الفياجرا من إنتاجهم، سيمبالتا دواء الاكتئاب الشهير برضو من إنتاجهم. فلو شفت هذا الشعار على علبة الدواء اطلب من الصيدلان يعطيك البديل. شركة GSK أو جلاسكو سميث كلاين، هذه الشركة بريطانية مقرها لندن، وهي عاشر أكبر شركة دوائية بالعالم، تم إنشاؤها عام 2000 وصافي مبيعاتها السنة الماضية حوالي 29 مليار جنيه استرليني، وأرباحها أكثر من 15.5 مليار جنيه. من أهم منتجات هذه الشركة أوغمانتين، كيبرا دواء الصرع المعروف، لمكتال كمان للصرع، لانوكسين اللي هو الدايجوكسين لعلاج اضطراب نبضات القلب، فينتولين تبخيرة الأزمة، زينسيف مضاد الحيوي، زايلوريك دواء النقرس، زيرتك اللي هو حبوب زي الألرفين للحساسية. وعندهم عشرات المطاعيم لالتهاب الكبد A و B و C وغيره، عندهم مطاعيم للحصبة وللجدري وللسحايا وللتيتانوس وللدفتيريا، وتقريبا لكل المرض في الدنيا له مطعوم هم بنتجون. وتنساش انك بتشوف الشعار تبعهم على علب بنادول، بنادول اكسترا وعلب ادفيل اللي هي نفسها البروفن، لكن هذا رح نجي لقدام لانها بتصنع هذول الدوائر بالاشتراك مع شركة ثانية نحكي عنها كمان شوي. شركة نستلة، شركة نستلة السويسرية هي اصلا مختصة بالطعام والشراب، لكن بعض منتوجاتها رح تلاقيها بالصيدلية. من سنة 2014 صار لها 9 سنوات الشركة الأولى في مجال الطعام بالعالم، ترتيبها 64 من بين أهم 500 شركة بشكل عام. إلها منتجات غير دوائية كلكم بتعرفوها زي قهوة نسكافيه وشوكولاتة كتكات ونسكويك، مكياجات لوريال وغارنييه وميبلين ومرقة ماجي
وإلها بالكامل شركة مياه غدير في الأردن، ومياه بركة في مصر، ومياه سبرينكس في السعودية. لكن اللي بهمنا إنه هم بصنعوا أهم شغلتين اللي هم غذاء الأطفال سيريلاك وحليب النيدو. لو شفتهم في الصيدلية اطلب البديل. على سيرة المكياجات، في كمان شركة اسمها يونيليفر، وهذه كمان من الداعمين الأوائل للعدو الصهيوني ولازم تقاطعها. من أشهر منتجاتهم مرهم الفازلين، مزيلات العرق أكس وريكسونا، دوف صابون، دوف كريم، دوف غسول الوجه، دوف صابون لايف بوي ولوكس، شامبو سان سيلك وكلير تبع رونالدو، معجون أسنان كلوس أب وسيجنال 2، وشايلبتون كمان معهم إذا ما كاش خبر. تتذكروا قبل شوي لما قلت لكم البنادول والأدفل بنجي لبعدين؟ في شركة اسمها هاليون برضو بريطانية، بتمتلك نسبة 7.3% من أدوية الأوفر ذا كاونتر دراجز في العالم. شو هي الأوفر ذا كاونتر دراجز؟ اللي هو الدواء اللي بتقدر تشتريه بدون وصفة طبية زي البنادول مثلا. هاي الشركة أنشئت السنة الماضية فقط، لكن أرباحها مهولة وانت بتساهم. ليش؟ لأنه أشهر دواء بالدنيا اللي هو البنادول من إنتاجهم بالتعاون مع جي اس كي زي ما قلت لك قبل شوي. من أهم منتجاتها معجون أسنان سينسوداين بارودانتاكس بوليدنت، بتنتج فيتامينات مثل سنترام اللي هو كل الفيتامينات، وكالتريت اللي هو كالسيوم بس، برضو بتنتج أوتريفين اللي هو البخاخ الأنف، مسكنات بتنتج بنادول أدفيل وفولترين. شركة روشيه سويسرية، هاي الشركة أنشئت عام 1896 وإدارتها في مدينة بازل السويسرية. مبيعاتها 66 مليار فرنك سويسري السنة الماضية، وأرباحها أكثر من 13.5 مليار. إلها مقر في إسرائيل، فاتحينه من سنة 1999. نشروا تعزية قبل كم يوم للإسرائيليين الذين يموتون تحت القصف بسبب حماس، ونشروا أمانيهم بالأمان للأسرى لدى حماس. من أشهر الأدوية اللي تنتجها هاي الشركة تاميفلو، دواء إنفلونزا الخنازير، دايلاترند دواء للضغط وللهارت فيلر، ليكسوتانيل الحبة اللي بتاخذها لما ما تعرف تنام، وفاليوم برضو منوم، والروسفين أشهر مضاد حيوي تنتج روشيه. في شركة اسمها أبفي، هاي إلها فرع بإسرائيل برضو، ومن ضمن الشركات اللي لازم نقاطعها. من أشهر الأدوية اللي هي بتصنعها أكتونيل، الدواء اللي بياخذوه مرضى هشاشة العظام، بوتكس الإبر اللي بحطوها في الشفايف وجنب العينين لعمليات التجميل، هيوميرا هذا اللي هو عبارة عن تيومر نيكروزيس فاكتور، بياخذوه مرضى الروماتيزم ومرضى الألسريتيف كولايتس وأكثر من مرض، والسينثرويد اللي هو أحد أشكال الثايروكسين لمرضى ضعف أو كسل الغدة الدرقية. نيجي لأكبر واحد وأهم واحد، جونسون آند جونسون، ولو إنها ما بتصنع أدوية كثير لكن راح تلاقي منتجاتها بأي صيدلية. هاي الشركة شركة أمريكية، مقرها ولاية نيو جيرسي، وهي رقم 40 في أغنى 500 شركة بالعالم. انشأت عام 1886، مبيعاتها 94.9 مليار دولار السنة الماضية، منهم 18 مليار أرباح. إلها منتجات غير الأدوية، تنتج أدوية، تنتج منتجات العناية بالبشرة زي الشامبو وغيره، وبتنتج أجهزة طبية، تنتج بعض الأجهزة اللي يستعملوها بالقسطرة، مناظير الأذن والحلق، القطع والمسامير اللي بثبتوا فيها الكسور، خيوط الفايكرين للجراحة، حشوات الصدر اللي بيستعملوها في عمليات التجميل وتكبير الصدر، وتنساش إنهم برضو اخترعوا لقاح للكورونا زيهم زي فايزر. من أشهر أدويتهم توباماكس، هذا دواء للصرع، وتيلينول اللي هو نفسه البنادول، وإبريكس هذا اللي بيحفز إنتاج الدم في مرضى لفقر الدم، وزيرتك للحساسية. لو رحت على الصيدلية راح تلاحظ شامبو الأطفال جونسون أند جونسون، زيت الأطفال جونسون أند جونسون، لوشن الأطفال جونسون أند جونسون، غسول الفم لسترين، فوط النسائية كير فري أو موديس، غسول الوجه كلين أند كلير، منتجات نيتروجينا لنضارة البشرة، وإلهم سبيرت وخاص فيهم جونسون أند جونسون، حتى لزقات الجروح الباند إيد أم القرش هاي برضو إنتاجهم. جدير بالذكر إنه زي ما قلت لكم في أول الفيديو، في شركات جنسيتها تتبع دول بتحارب المسلمين والإسلام وبتكرههم من قبل الحرب على غزة. فمثلا إحنا بنتذكر في السنوات الأخيرة قصة حرق القرآن اللي صارت في السويد، فلذلك يجب انك تقاطع المنتجات السويدية مش بس الدواء.
تتذكر قبليها قصة الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام اللي صارت في الدنمارك، برضو بدك تقاطع المنتوجات الدنماركية. تتذكر السنة الماضية كيف فرنسا منعت الحجاب، تتذكر ألمانيا كيف ضيقت على المسلمين من ناحية ودعمت المثلية من ناحية. فكل هذه البلاد تعتبر أعداء لك، بدك تقاطعها. راح تقول لي من وين بدي أجيب دواء؟ ما أنت سكرت علي من كل جهة. راح أقول لك الأردن لحالها فيها 20-30 شركة أدوية، ما فيش إشي بالدنيا إلا وإله بديل. شركة أسترازينيكا شركة سويدية إنجليزية، هي كانت أسترا وزينيكا اندمجوا، مقرها في كامبريدج في بريطانيا، أنشئت عام 1999، مبيعاتها 44 مليار السنة الماضية وأرباحها 3.3 مليار. من أهم منتجاتها أتاكنت دواء الضغط، كريستور دواء الدهون، تينورمن برضو دواء ضغط، تبخير البالميكورت والسيمبيكورت والراينوكورت برضو من إنتاجهم. فلو شفت هذا الشعار على دواء اطلب البديل. قلت لك بالبداية انه في هدية في الآخر. لو انت محتار ومش عارف هذا المنتج سواء كان دواء او اكل او شرب، هل هو مع المقاطعة او لا، هل هو مع الشركات اللي لازم اقاطعها ولا لا، في موقع اسمه بدناش. بدناش يعني احنا لا نريد. هذا الموقع تدخل عليه بتحط اسم الشركة او المنتج اللي بدك اياه وبقول لك هذا مع المقاطعة او لا. اذا انت بتحب الفيديوهات، في شاب اسمه امين الشعار عامل قناة على اليوتيوب وعلى التيك توك، اسم القناة الحربوء اظن، فتابعه، منزل اكثر من 170 فيديو، كل فيديو بيحكي عن منتج وبيفتح لك على صفحة الشركة وبطلع لك الادلة انه هذا مع العدو ولا لا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ونتمنى انه هالحرب تخلص. رحمة الله على الشهداء، والله يصبر اهاليهم، والخزي والذل والعار على كل من خذلهم، والحمد لله على كل حال.